قال علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني من شأن التهديدات بفرض عقوبات على بلاده أو توجيه ضربة عسكرية ضدها بسبب برنامجها النووي، مؤكدا أن السبب وراء الضغوط الغربية على بلاده هو دعم إيران للقضية الفلسطينية. اعتدنا على سماع مثل هذه التهديدات من قبل الغرب، ننصحكم ألا تصدقوا هذا، فلو كانوا يجرؤون على فعل شيء ضد إيران لكانوا فعلوه منذ زمن. الغرب بدل أن يضغط على إسرائيل بسبب تصرفاتها التعسفية ضد أهلنا في فلسطين يحاول لفت الأنظار إلى جهة أخرى. جزء كبير من أسباب عدائهم لإيران هو دفاعها عن الفلسطينيين ووقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية.